عائلة هو عائلة تتكون من حميد المريض ومرته نجاة وزوز بنويت وولد ومع أختها كريمة المريض وولدها جايين من وين؟ من خلال الفرجان. جايين من غادي؟ نعم. جايين من خلال الفرجان وحاطين علامات مصهر فرحانين وهم ماشيين كل يخدموا على البوابة يقولوا متوار يعلقوا في العلم فرحانين طالعين علم الرش شو مستوى مستوى لي مسلم يحسبون توار تحت الكوبري جنب الحوادث. وعلى فكرة شدوني الصبح أنا شدوني نفس الجماعة خدموني السلاح متاعي وقال لي حدي يعني العمر مازال قول لي يا عبيد هل مش قاتلينك برا قاتلين جماعة قدامي شبحت من روحين ما يعمد نشتوش حضرها اليوم الصبح بعد اليوم هم تقول طال عصر الصغار وشوفهم يحسبون توار طالعين هذا عمران ولدان مش عارف اسمه محمد فتحي مش عارف اسمه ولدان الصغير ولد خاله طالع من روشه وام كريمه يقولوا مكي بالعالم اسمهم توار هم قالوا هيك وفرقوا فيهم طول الصغار جدهم ضربات هنا ومن دام جيتها في راسها هذا كله ما فيش راس هو هذا كله مخ طالع لبرا اتصلوا بينا قالوا تعالى جاي سالم قال لي راه اختي ونضرب الطوشة بينها في شارع الشوف في السماريس طلعت نجي لقيت جماعه جايبينهم لقيت الصغار الزوز مشيت لقيت الثاني مضروب في ودنه بدي شيء قال لي امي مشيت لقيت المراه ميته ولقيت ولد عمتي مضروب ومرته ثلاث رصاصات في يدها ثلاث داخل في العظام ونويت بس انا مشي فهمت كيف؟ قلت لهم ليش قلت لهم شو الجريمه بتاعهم عندي مع الاستقرار قالوا بيك هذه هي التهمه بس هو هذا هذاك عيله مشتكي على مش على ان شاء الله الجنه هدر ان شاء الله لكن الحمد لله الحق الحمد لله والله صابرين والله صبرت وماشي لهم والله الواحد انا بكيت وانا ما بكو اخوه محمد ولد حميد والله اخته الصغيره كان ماشيين تقول اخوي في قلبي ما يموتش اخوي قاعد في قلبي اخوي ما يموتش تقول لي والله ما بكو امه تقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله مضروبه في ايدها وتقول الحمد لله ثم باهي شنو بكتم الحمد لله ايه شنو انت علاش عايش؟ ايوه ماشي نبو الجنه احنا اكيد من وقتها وتخلدت في الدنيا انت وخلاص أيوة. في مات مخروم في مات في الحمام صح. في مات في البنزينه يخنفها مات في الرياضيه وفي مات هيك الحمد لله الحمد لله هذه النعمه ان شاء الله ان شاء الله خير ان شاء الله بيتقبلهم ان شاء الله يا رب لا اذا كنت معهم شو يحفر جماعه قبل العصر بدفنهم هنا في جامع باللمين ان شاء الله كان قعدتوا تصوروا ان شاء الله ان شاء الله نولع